دلوقتي هنروح مع حضراتكم مع اهم الاحداث والاخبار اللي ان شاء الله هتحصل النهارده، وهنشوف ايه يا شاذلي كمان في مباريات كتير هتتلعب النهارده، فهنتابعها طبعا. في بطولات متعدده هنتابعها من التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق الدراسة في الجامعات، وأعلنت كل جامعة جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني. تم إعلان جداول المحاضرات الدراسية للطلاب عن طريق مواقع الكليات، وتم رفع درجة الاستعداد في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وجاهزية المطاعم المركزية لتقديم الوجبات للطلاب المغتربين والوافدين. النهاردة هينطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في عدة محافظات، وهتنتظم الدراسة في كل المدارس بداية من بكرة الحد. وشددت وزارة التربية والتعليم الفني على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وجذب الطلاب للمدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية. النهاردة والعشاء كأس العالم للأندية هيكون معادهم مع مباريات قوية في ختام البطولة. فريق النادي الأهلي هيواجه فلامينجو البرازيلي الساعة 5:30 على تحديد المركزين الثالث والرابع، والساعة 9 بالليل الهلال السعودي هيواجه ريال مدريد الأسباني في النهائي. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 23 من المسابقة، أهمها مباراة ويست هام مع تشيلسي الساعة 2:30 الظهر، ومباراة توتنهام مع ليستر سيتي الساعة 5، وفي نفس الميعاد أرسنال هيواجه برنتفورد.